was our professor Dr. Hassan Khalid. Interactive challenging ECGs for the critical care physicians. It will be an amazing session. Thank you, Dr. Hassan, professor of critical care and cardiology. Session will be amazing in interactive challenging ECGs for critical care physicians. شكرا دكتور علاء ودكتور ابو سريع ودكتور بتول ودكتور جمال على دعوتي للمحاضره. وبسرعه هنوري امثله جميله للي بيشتغلوا في مجال الاي سي يو وبيشوفوا عيانين اريزميا. الاي سي جي طبعا از اندسنسبل تول، لا يمكن الاستغناء عنه في الاي سي يو، لانه بيديتكت ودياجنوز هارت ديزيز غير انه بيديتكت الاريزمي كمان. وفي الكير في عيان في الامرجنسي اتس امبورتنت ان الفيزيشن يكون عنده السكيل انه يفهم ويقرا الاي سي جي صح عشان يعرف ايه يعالج صح. هاويفر الاي سي جي ابنورمالتي كان بي بريزنت ان وايد فرايتي اوف نون كاردر كونديشن، فلازم يبقى عنده ديفرنشال جنوز. الاي سي جي ده ممكن يكومبليكيت اذر كونديشن ويبان كانه هارت ديزيز وهو مثلا بتاع هايبركاليميا مش بتاع اكيوت اسكيميا. الاي سي جي سمبل اند يوسفول ريدي افيلبل في اي مكان في الاي سي يو، فده بوسيله رخيصه ومعروفه للدياجنوز. ومثال طبعا بسيط، واحد عنده برونج تشيست بين واس تي اليفيشن يبقى طول ما يكاد انفارشن، لكن في عيانين عندهم اس تي وطول تي ديو تو هايبركاليميا او هايبوثيرما او انتركرينيال هيموريدج، فلازم ناخد بالنا من الديفرنشال دياجنوز. وطبعا مهم قوي الوايد كومبلكس تاكيكارديا، لو احنا مش عارفين نشخصها ممكن ناذي العيان، فدي من ضمن المهارات وهنوري امثله لبعض الحالات. مش شرط الامثله اللي جايه دي الناس اللي دخلوا الزماله دول وسقطوا كذا قصدي ونجحوا كذا مره في التريسنج، الاي سي جي ده في ايه؟ الاي سي جي ده سهل وجميل. لا انت استاذ ما تجاوبش، خلي الصغار. طبعا الهايبر اكوت تي ده عيان عنده هايبرتنشن وكرونيك رينال فيلير، ويوم ما جاني ده عملت له رسم في العياده، ادركت عملنا له بوتاسيوم 6.5، طلع ان هو عنده جلسه النهارده، فيعني قلت خلاص مش هتدخل لانه رايح يغسل، يعني كان جاي لي يشوف حالته تستحمل الغسيل ولا لا. و طبعا ده عيان تاني ما هو الشورت كيو تي تدل انها مش اسكيميك هايبر كيو تي بتاعت الاي سب اي ايبيكارديال اسكيميا اللي بتبتدي قبل ما يعني يوصل لانه يبقى في ده ساينس بي ار طويله شويه بس مش لا 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 دي ارتيفاكت لا ما كانش عارف ده عيان يانج ما وصلش. ده عيان بيجي لي بريكرنت اتاك اوف اس في تي. هنا طبعا ناركيور اس تاكيكارديا سهل ان كل واحد يقول ايه اس في تي، لكن لو واحد سمارت هيقول الله طب هو في مش عارف هو فيش بوينتر، هياخد باله ان البي ويف نوت كانوت بي سين خالص، البي ويف كانوت بي سين. فالهي ده النوع ده بيبقى غالبا اي في ان ار تي اتريو فنتيكال ري انتر تاكارد ري انتري في الاي في نود، وهو راجع ستيميليت الاتريوم في نفس الوقت ستيميليت الفنتركل، فالبي بتبقى هيدنج انسايد كيرس. انما في نوع ثاني من الاس في تي تلاقي البي ويل سين افتر الكيو ار اس، دي بتبقى ديو تو ري انتري في اكسسوري باس واي. انما هنا عشان البي نوت سين ده ايفي نود ري انتر تاكارديا، ودول بيستجيبوا بسهوله للكالسيوم انتاجونست، وفعلا دينالو فرابامير ورد على طول ساينس. ما هو الايفن ار تي بتبقى في التيرمينال بارت بحيث ما يزيدش عن مربعين، انما بتاعه الايفي ار تي البي بتبقى افتر كير اس بمربعين 70 80 مللي سكند. ده طبعا مثال مشهور لعيان عنده
من الاي سي جي تقدر تعرف ان هو اسكيميك، يعني كيو هات دي في الانفير ليد دي بتاع واحد كان عنده انفير مايكارد انفارشن، وبعد كام يوم ظهرت الوايت كير اس، وطبعا كمنها في الليفت فنتكل هتبقى برايت باندل برانش مورفولوجي. اعرف ازاي انها في تي؟ اسهل طريقه طريقه بروجادا، ان ابص على نو ار اس، ده ما فيش ار اس من الاول خالص، دي ار اس ار تو ار 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 كيو ار كيو اس كيو اس. اول خطوه في بروجادا الجوريزم نو ار اس تبقى دي في تاك. طب لو لقينا ار اس نقيس من بدايه الار للنادير في اس اكتر من ميلي سكند. طب في حاجه اسهل اللي هي ثالث خطوه، اشوف في افيسيشن في مارشنج ان واوت اهي بتظهر وتختفي، دي الموست سبيسيفيك فور في تاك اللي هي افيسيشن. في بقى الاسهل اللي انا بستعملها انا شخصيا في واحد عنده في تاك برايت باندل بلانش مورفولوجي، ابص على في 6 لقيتها موستلي نيجاتيف تبقى دي في تاك على طول، موستلي بوزيتيف تبقى اس في تي، دي سنسيتيفيتي سبيسيستي تصل الى 90%. وده البروجادا اللي مش عارف هو بقى مشهور قوي كلكم عارفين نو ار اس يبقى في تاك. طب في ار اس اقيس من بدايه الار للنادير في اس اكتر من 100 ملي سكند يعني مربعين ونص يبقى في تاك. طب اقل اروح بدور افيسيشن. طب ما لقيتش ابص كيو ار اس مورفولوجي اللي بقول لكم انا بستعملها بنجاح، اللي هي ان عيان عنده رايت باندر بلانش مورفولوجي، ابص على في واحد هل منه فيزيك او باي فيزيك، المهم الفي 6 اقل من واحد يعني الار على الاس يعني موست نيجاتيف بالعربي كده. لو ليفت باندل اصعب بقى، لو ده في تاك ويز ليفت باندل برانش الكرايتيريا اقل شويه كفيجر، ابص على من من بدايه الار للنادير اوف اس اكتر من 70 ملي سكند، او في نوتشنج ديورنج ديسنت اوف ذا اس دي قويه جدا، والاقي طبعا عشان هو غالبا ديو تو انفارشن، بس في طبعا دي باسك ممكن الاقي كيو ار في في 6. ده العيان اللي بس بوضح بيه الكرايتيريا بتاع بروجادا تنطبق عليه، احنا قلناها قبل ما نتكلم. وده بقى لو هو عنده ليفت باندل تدور عن نوتشنج اوف ذا اس، النوتش دي قد تكون في الاول او في الوسط او في الاخر ما تفرقش. اللي عنده ليفت باند البلدي بقى اللي هي ما فيهاش ديو تو في تاك مش هتلاقي النوتشنج ده. وده مثال من عينه كان بيجي لنا في الحالات الحرجه بريكرنت اتاك اوف وايت كير اس. طبعا كانت شاب عندها 35 سنه، بعض الناس قال لي يا عم دي اس في تي، ساعتها ما كناش ويل ديفلوبت قوي في حكايه البروجادا كريتيريا. انما هنا طبعا كان في دليل واضح انها في تي. الايفيسيشن بي بتظهر وتختفي مارشنج ان واوت، فدي موست سبيسيفيك فور في تي ايفيسيشن. لكن لو بصيت هتلاقي النوتشنج اللي انا قلت عليها اهو، النوتشنج اهو باين في الديورنج ديسنت اوف كيو ار اس. ده الاي سي جي بعد ما ردت بدي سي شوك طلع انها عندها رايت فنتيكل ديسبليزيا اللي هي من اصعب الحاجات انها ترد على الادويه وعلى الابليشن، وفعلا عملت ترايل اوف ابليشن وما نجحتش، وبعد كده اختفت الله اعلم ماذا حدث لها. ده مش كل الامثله اللي قلنا، الاي سي جي ده مهم وفاليبل في حاجات كتيره. فالان ده عنده ايه؟ طبعا بقول بتوع الزماله ما ننزل ده كده، ما تسيبوش كده حته وتقولي اصل ده ايه اف ده 5/10. بقيه الاجابه الاهم بقى ايه؟ فايف عنده، كان عنده اسكيميك تيبيكال تشيست بين ستي فلات ستي ديبريشن واس تي الفيشن في اي في ار، وادي هو في 5/6. ده كان انستيبل انجينا وغالبا كان ليفت مين عشان الاي اس تي الفيشن في، يعني عيان عنده اف ما ينفعش ان يجي له كروناري. ف بس طبعا بيبقى صعب بقى ان ياخد ديول انتي انتي كواجلانت وسنجل، ساعتها هنعمل كلام الدكتور عمرو اجباري السنجل هيكون الكلوزبجريل لانه اقل اقصر فعليا من الاسبرين واقل بليدنج، وحاطين معاه النيو انتي كواجلانت اذا كان ما عندوش ميتاسنس. دي عينه يانج وعندها من غير اي صعوبه كلكم واخدين بالكم
بي مارشنج ان وعاون سيفير براديكال كومبليت هارت بلوك. ويانج في الثلاثينات وكل ما تروح لدكتور امير يقول لها ركبي بسميكر، مش امير بتاعنا يعني، امير ما يعملش كده، انما هي السيمتوم بتاعتها قليله. فقلت لها انا مش موافق، ده بيبقى كونجينيتال وانت ما بيجيلكش سينكوب ولا ديزنس، روحي اعملي لي اكسرسايز اي سي جي. عملت اكسرسايز اي سي جي، ابتدى يحصل انترميتنت كوندكشن في الاي في نود اهو، بي وكي ار اس بي ار اس، ده كمان الليفت باندر اختفت وابتدت الكومبليت تبقى 2 تو 1 كوندكتد بلوك كوندكتد بلوك. كملت الاكسرسايز اتحسنت اكتر، بقت 1 تو 1 وانكباخ. هلا طب ده بناين خالص وبتاكسد. كل سنه تجي لي تقول لي رحت للدكتور فيه من الناس قال لي ركبي، اقول له لا اعملي اكسرسايز انت كويسه. ومش عايز اقول انها كمان حملت وخلفت ولا زالت بتجيني، وصلت سن ال 40. اما وقفنا بقى الاكسرسايز ابتدى الهارت بلوك في درجات مختلفه، وانكباخ معظمها، والليفت باند تختفي وتظهر. فطبعا دي بيسموه كونجيت هارت بلوك. هنا الاي سي جي ده يعني ممكن حد يغلط فيه الا اذا كان ارتيفاكت، يعني سام بودي قال الله ده اف. طبعا لو بصينا كويس هنلاقي ان في بي اهي وفي بي باينه، بس بقيه الليدز عشان في ارتيفاكت ام ما نغلطش في الحالات دي. ده واحد يونيك اكسرسايز قال له وايت كيرس. دكتور مصطفى خليفه انت رئيس جلسه معانا هنا، مش عايز تيجي؟ طيب فالفيتك ده اسهل ما يمكن، وايت كير اس ديورنج اكسرسايز وفي بي مارشنج ان واوت، دي علاجها سهل قوي، بيتا بلوكر. وطبعا احسنهم السوتالول اللي اختفى من السوق خالص وكان اسمه البيتا كور نتيجه الازمه الحاليه في استيراد الادويه. وربنا سهل، وبتوع السانوفي ما يغلوش الكلوزابجريل. وزي ما واحد قال لي ده كمان هيبطلوا يجيبوه مصر وهيصنعوه هنا في احد الشركات، الله اعلم، مش عارف سانوفي هيقولوا لنا الكلام ده ولا لا. طيب هنا ده سلايد وبقيته اهو. ايه التشخيص؟ دي سهله بقى. تشخيص ايه؟ واحد عنده كرونيك اي اف وبياخد لانوكسين ديجيتال سكسيستي، وباينه من البيهات دي، وقفت له لانوكسين وجبته بعد اسبوعين عندي في العياده مفيش خلاص، اس تي اف تشينجز والاف بقى ريت، هو مش محتاج اي انتي ريت ديكريزنج دراجز لانه الدرلي وما بيحتاجوش. دي مثال اخر اللي في تاك. لو بصينا على في واحد رايت باندل ابص على في سته نيجاتيف تبقى في تاك. وطبعا بيبان ان دول عندهم مايكارد انفارش، الكيوهات اللي في 2 و 3 وفي اف تدل ان هو دي الفيتاك اسكيميك فيتاك. هنا دي واحده ست عندها نوع من الاريزميا، حد واخد باله ايه هو النوع ده؟ الريت بتاعها على طول 110 و120 ومتضايقه. عملت اي سي جي لحسن الحظ كان الاريزميا موجوده. نبص الى ليد 1، هل دي نورمال بي؟ لا طبعا. دي لا دي ابنورمال بي، مفيش ساينس بي تبقى مقلوبه في ليد واحد وتبقى شورت بي ار. دي اوتوماتيك اتر تاكيكارديا وكانت مغلباها، هنا لونج ستريب فيها الاتر تاكيكارديا وبرده ابنورمال شيبت بي ويف في الفيهات. مشيت على الكوردرون الرانز بقت اقل، لان كوردرون اميدارون هو الموست افكتيف في الاتريال اريزميا سواء اي اف او اتر تاكيكارديا. ده عيان عملنا له كورونري انجيو نورمال، رغم رغم دي في تاك واضحه خالص، ورايت باندل وفي 6 نيجاتيف بروجات كرايتيريا 100 100 انها في تاك. وده الاي سي جي بتاعه نورمال، ودي اوديباسك في تاك ورد على العلاج وما رضاش يعمل اكتر من كده، وكان انجيو نورمال فهو مش في خطر قوي. ما هو مرضاش، حس ان على كوردرون فمرضاش، مش عايز يعمل ابليش. هنا الاي سي جي ده بقيته اهو، الاي سي جي ده فيه ايه يا بدر؟
الهدف من الاي سي جي ده ان مش كل اي سي جي انفارشن وبتاع، لا العين ده عنده كوربال مونال ودي رايت فنتركل. طبعا ايه القصه هنا ليه بيبقى عندنا اس في واحد في اي انسان؟ لان الفورسز بتاعه الليفت فنتركل اكبر كتير من الرايت، فبتبقى الليفت فنتركل محطوط تو ذا ليفت وبصير، فتلاقي في في واحد نيجاتيف وفي 6 ار. لما الرايت فنتركل بيكبر نتيجه اي سبب كوربال مونال او كده بيبتدي يسحب الفورسز من الليفت، فتتجه تبقى انتيريور انتو ذا رايت، انتيريور يبقى في واحد تكبر والارات الاس ما يبقاش في ار في في 5 و6 لان الرايت فنتركل بقى اكبر. اللي بس يهمني في الاي سي ده كمان انك ممكن تعرف من بدري قبل ما الار تظهر في واحد ده رايت فنتركل بال التيرمينال ار في اي في ار، دي احد الدياجنوستيك كرايتيريا بتاع الرايت فنتركل. ده استاذ عندنا وقال لي بالرسم ده وانا قلقان، قلت له تقلق ليه؟ ده اكسلريتد ايدي فنتريكر بيكمبيت مع الساينس، يعني لو بصيتوا الريت بتاعه اسرع بنص مربع، يعني ب 20 مربع ايه 40 ملي سكند، فاكسلريتد الساينس اكسلريتد. قلت له ولا تاخد اي دواء ما فيش اي خطر منه. ده عيان يانج بيجيله سينكوب، عملت له تلت تيبل تيست زي ما انتم شايفين، ثبت انه ايه بوزيتيف كارديو انهبيتوري وبتوصل لايه شبه اسيستول، ودول اللي هم الوحيدين اللي هم بيجيله سينكوب والتلت تيبل باين اسيستول 10 ثواني، دول اللي هم ممكن يركبوا سميكر. اذروايز الميكسد وات ايفر طالما ما بيوصلش كده ممكن يكملوا بالميديكال تريت. ده عيان هتقوله الله ما ده سيك ساينس هو كمان، بس هنا في سبب، سبب مشهور بس مش تيبيكال، يعني سبب مشهور التيبيكال بتاعه بيعمل وايت كار اس، هنا كان هايبر كاليميا 6.5 فالبي بتختفي تماما لكن الكي ار اس ما عملتش ويتس، والعين ده كان الكيراتين 1.8 بس كمان كان بياخد تونورمين في الهايبرتنشن، بس ايه ادينا له بس سيمبل كالسيوم انترافينس خلاص الساينس اشتغلت والبرادي اريزميا اختفت. فده كان هايبركاليميا ديو تو كان بياخد التستيرون انتاجونيست الدكتون ورينال امبيرمنت، فده اللي حمل له الهايبركاليميا. ده بقى عيان الدكتور اللي كان موجود في الطوارئ ما قال له انت عندك اف، طيب ماشي، ما سالوش انت خدت ايه في البيت، هو كان في البيت انا معلمه انه ما يجيله اف ياخد 4 ريتم نورم بروبافينون، ما سالوش راح مبلعه 4 تاني تحول لايه تورساد بوان، ودي اسمها برو اريزميا، انك تجيب العيان اريزميا اخطر من اللي كانت عنده. والحمد لله هم ادوله دي الشوك ورد، وخدت منه صوره من الرسم عشان انبه للناس ان سام تايمز الاوفر دراج يوز بيعمل برو اريزميا قد تكون قاتله. هنا دي عيانه كنت بمر في الوحده كده بيقولي العيانه دي بيجي لها سنكوب كتير، ببص في الاي سي جي عرفت السبب لونج كيوتي، فغالبا دي كان بيجي لها تورساد وهم مش دارينين، وعينها يانج واروماتيك ومش واخدين بالهم من التورساد ده، السينكوب غالبا ديو تو تورساد بوان. دورنا في الادويه اعتقد اياميها دي حاجه من قرب 20 سنه كانت بتاخد كينيدين عشان الاف. وده اللي جاي اخر سلايد، بس سلايد سانكيو في اريزميا. يلا اقرا يا بدر. السلايد ده في كل الكريتيريا بتاعت الفيتاك، لا بس يعني في ايه في كابشر بيت وفي ايفيسيشن وفي الكونفيجريشن اللي هي بتاعت ايه الرايت باندل، ودي موستلي نيجاتيف، فدي يعني بيسموها رايت فيتاك بنت فيتاك بكل الكريتيريا وشكرا.